الآن راح نتحدث عن الموضوع الـ cellular response to infection, الـ normal cellular response to infection, يعني الاستجابة الخلوية للـ infection. الخلايا اللي تساهم بالـ immune response to infection في الحالة الطبيعية أكو خلايا يسمونها phagocytes أو phagocytic cells. Two type of phagocytic cells help to combat infection. واحدة منهم يسمونها النيتروفيل والثانية المونوسايت. النيتروفيل يسمونها polymorph nuclear, يعني نواة مالتها تكون polymorph, يعني شكلها مو مثل ايش مونوسايت. مونوسايت يعني نواة واحدة, بينما هنا تكون متعددة الفصوص polymorph nuclear. النيتروفيل ليوكوسايت طبعا هي من ضمن الليوكوسايت يعني الوايت بي سي. فهاي النيتروفيل migrate into the sites of acute inflammation. هنا النيتروفيل لها علاقة بالacute inflammation and represent a non-specific first line. إذن هي خط الدفاع الأول, first line of defense, ويكون non-specific, غير متخصص, against pyogenic bacteria. إذن خط الدفاع الأول ال non-specific against pyogenic bacteria. والخلية الأخرى اللي قلنا عليها المونوسايت هي mononuclear phagocytes circulate in the blood as monocytes. وهاي المونوسايتس migrate to the site of chronic inflammation. هناك قلنا النيتروفيل acute inflammation, هنا المونوسايت chronic inflammation, where they develop into macrophages. راح تتحول المونوسايتس الى خلايا يسمونها الماكروفاجز. و under T cell control اكو خلايا T cell اللي سنتكلم عليه lymphocytes اكو بها T cell و B cell. T cell under T cell control هاي الماكروفاجز are activated, راح تتحفز and develop a greatly enhanced ability to phagocytose and digest pathogenic organism. اذا ال T cell لها تحفز الماكروفاج و تحت سيطرتها, تحت سيطرة التي سيل الماكروفاج راح تتحفز و تزداد قابليتها للفاجوسايتوسيس و اندايجست باثوجينيك اورجانيزمز. بالنسبة للتي سيل, the most important functions of T cells in the inflammatory response are initiation and maintenance of a chronic cellular inflammatory response to invading organisms. إذن هي تبدي initiation وتحافظ على يعني العملية الـ response maintenance of chronic cellular inflammatory response to the invading organism, للـ organisms اللي سوت الانفكشن, and control, and والوظيفة الأخرى هي the control of immune inflammation by providing helper and suppressor influences on other cells. إذن تبدي وتحافظ عليه وذن تسيطر عليه, يعني حتى تنظمه عن طريق توفير الهلبر والسبرسر المثبطة لل other cells. إذن تنظم عمل الخلايا الأخرى, وفي بعض الأحيان تثبط عمل الخلايا الأخرى حتى تسيطر وتنظم على الانفلاميشن. وأيضا البي سيلز اللي هي الأذر تايب مات الليمفوسايت need the cooperation of T cell اللي هي نوع من T cells or helper cell. إذن حتى البي سيل تحتاج المساعدة من T cell to make شنو antibody. احنا قلنا البي سيل شغلتها make antibody عن طريق تكوين بلازما سيلز. بي سيلز تحول الى بلازما سيلز وتنتج انتيبوديز, بس هاي كلها عن طريق مساعدة شنو helper cells, T cell.
where high antibody make antibodies to complex antigens. T cell modulation of inflammatory and immune response is mediated by chemical messengers called lymphokines. And then T cell شلون يعني تسيطر وتسوي تأثر على الانفلاماتوري والاميون ريسبونس عن طريق اللمفوكينز. هاي اللمفوكينز هي مثل الكيميكال ماسنجرز، يعني فد مواصلات في طريقة التفاهم انه الخلية تي سيل تقدر تتفاهم وتدز اعازات الى خلايا اخرى عن طريق هذني الكيميكال ماسنجرز يسمحون اللمفوكينز. والتي سيل ايضا لها وظيفة اخرى also have a cytotoxic function. Cytotoxic function directed toward destroying the body's own cells infected by intracellular pathogens such as viruses. High cytotoxic function التي سيل شو تسوي؟ لح تسوي destruction يعني تدمر الخلايا اللي في بعض الأحيان يدخل داخلها pathogen intracellular pathogen. إذا دخل بها pathogen مثل الفيروس طب بسل فهاي cytotoxic T cell تروح تدمر الخلية اللي دخل بها الفيروس. إذن هذني وظائف ال T cell أكثر من وظيفة شفنا ال T cell، فهي تحفز الماكروفاج وتبدي initiation and maintenance of chronic cellular inflammatory response وسويلة control أيضا of immune inflammation وأيضا تساعد البي سيل حتى تكون الانتيبادي وبعض منها cytotoxic لسوي destruction لل cells اللي يصير بها intracellular pathogens such as viruses. الآن راح نتكلم على موضوع الإميون ريسبونس وراح ناخذ موضوع الإميونوغلوبولينز أو الأنتيبوديز. الإميونوغلوبولينز synthesized by B lymphocytes. إذن B lymphocytes هي اللي تصنع الإميونوغلوبولينز. وهذا الإميونوغلوبولينز are incorporated into cell membrane. إذن بعض من هذه الاميونوغلوبولينز موجودة على cell membranes where they act as antigen receptor وتعمل كمستقبلات receptors للانتيجين. On exposure to a specific antigen and the presence of T helper cells, these B lymphocytes proliferate and differentiate into plasma cells synthesizing and secreting immunoglobulins. إذن هذه البي سيلز بعد تعرضها إلى الانتيجين specific antigen وبمساعدة التي لمفوسايت تي هيلبر فالبي لمفوسايت راح تتكاثر و differentiate تتحول إلى البلازما سيلز تتميز وتتحول إلى بلازما سيلز وتبدي تصنع وتفرز الاميونوغلوبولينز. الستراكشر مع الاميونوغلوبولين usually four polypeptide chains are linked by disulfide bonds. إذن أكو أربع polypeptide chains. نشوفون هذا في المثال. مثال للإميونوغلوبولين. وهاي كل واحدة منها هي chain. Polypeptide chain هاي واحدة اثنين ثلاثة أربعة. Four polypeptide chains are linked by disulfide bond. They are too heavy and two light change. إذن أكو اثنين heavy وأكو اثنين light. هاي واحدة heavy وهاي أيضا ثانية heavy وهذه light وهذه light الأخرى. The heavy chains in a single unit are identical. إذن the heavy
chains في كل في كل وحدة في كل واحد من هذه الاميونوغلوبينز في كل يونت واحد تكون identical متشابهة وتحدد الاميونوغلوبين كلاس. الكلاسز مال الاميونوغلوبينين هي اكو خمس انواع من الاميونوغلوبينز يكون IgG والIgA والIgM والIgD والIgE. فهذني التسميات جاية بحسب نوع الهيفي تشين اللي موجودة بهذا الاميونوغلوبينين. فمثلا اذا جاما تشين اذا الهيفي تشين هي نوع الجاما فيصير IgG، اذا الفا يصير IgA، اذا الميو يصير IgM، اذا الدلتا IgD، واذا الابسلون IgE. إذن الكلاسز مالت الاميونوغلوبينين نوعها يحدد الهيفي تشين، نوع الهيفي تشين اللي موجودة بالإميونوغلوبينين. اللايت تشين ار تو تايبس، اكو الكابا واكو اللامدا نوعين. اذا الهيفي تشين اكو خمس انواع واللايت تشين اكو نوعين. هذا اللايت تشين بس ان سنجل موليكيول في كل جزيئه واحده من الانتي بودي او من الاميونوغلوبينين. ذا لايت تشين لايت تشينز ار تشينز اوف ذا سيم تايب، يعني احنا مو قلنا اكو نوعين كابا او لامدا، بس بكل جزيئه واحده من الانتي بودي تكون لازم نفس النوع من اللايت تشين. يعني اذا كابا 30 كابا، اذا لامدا 30 لامدا. Although the immunoglobulin class as a whole contains both types. في حين كلاس كامل يعني وذني النوعين تكون موجودات في كل كلاس، ولكن في كل جزيئة immunoglobulin واحدة في كل antibody واحد لازم نفس الكلاس نفس اللايت تشين. في كل يونت واحدة من immunoglobulin تكون نفس اللايت تشين، ولكن من ضمن الكلاس تكون اكو هناك كومبينيشن وتكون هناك اللايت تشينز موجوده بنوعيها، ولكن كل وحده تكون في نفس اليونت. اذا نفس اليونت من الاميونوغلوبين تحتوي على نفس اللايت تشين. There are two antigen combining sites per monomer. اذا في كل وحده من الانتيبادي اكو منطقه يسمحولها انتيجين بايندينج سايت. انتيجين بايندينج سايت هاي المنطقه اللي هي راح تلتصق يعني بالانتيجين اللي راح تروح تسوي التاشمن بالانتيجين. Together known as Fab piece. هاي Fab، هاي Fab fragment او Fab piece. هاي المنطقه اللي هي المنطقة الانتيجين بايندينج اللي راح ترتبط بالانتيجين. This lies at the end of the arms of the Y. هو مو شكل الانتيبادي يكون على شكل Y، فإذا هذه المنطقة تكون بنهاية الأذرع مالت ال Y. Both heavy and light chains are necessary for full antibody activity. إذا الهيفي تشين والهيفي تشين واللايت تشين اثنينات المطلوبات، اثنينات الضروريات على مود الانتيبادي يشتغل بصورة صحيحة. The amino acid composition of this part of the chain varies in different units variable region. إذن هنا التسلسل الأحماض الأمينية يكون مختلف، ولهذا يسحوا له هاي المنطقة يسحوا له variable. تسلسل الأحماض الأمينية في هاي المنطقة يكون variable in different units، يعني between different units of immunoglobulins. When the Fab sites combines with antigen, طبعا يسمح له Fab 2 لأنه أكو اثنين، أكو 2 pieces في كل immunoglobulin، أكو اثنين pieces من هاي الفاب. When the Fab 2 site combines with antigen, conformational changes are transmitted through the hinge region of the heavy chain and the Fc a segment of the molecule becomes activated and reacts with Fc receptors on a number of immune cell types resulting in immune activation. الانتيبادي قلنا اكو هاي المنطقة اللي لح ترتبط بالانتيجين يسحولها الفاب فراغمنت.
المنطقة الأخرى اللي اللي بقت من الاميونوغلوبينين يسموها FC fragment، هاي FC وهاي الفاب، وبيناتهم اكو منطقة اسمها هنج، هاي الهنج ريجن. فمن يرتبط الانتيجين الانتيبادي بانتيجين فلح يحدث فت conformational changes، فالتغيرات لح تصير، وهذه لح تنتقل are transmitted through the hinge region، لح تنتقل في through the hinge region of the heavy chain. الhinge region طبعا بالheavy chain صايرة هاي الheavy chain. And the FC fragment، هذا ال FC fragment of the molecule becomes activated. إذن هذا ال FC fragment لح تصير شبيه activation. And react with FC receptors. هاي ال FC fragment هذه المنطقة إلها ريسبتورات، إلها مستقبلات في on a number of immune cells، في خلايا مناعية resulting in immune activation، ولح تؤدي إلى تسوي تحفيز للإميون reaction. فإذن هذا structure مالت الإميونوغلوبولين. The rest of the heavy and light chains is less variable constant region which includes the FC fragment. احنا مو قلنا اكو المنطقة اللي يرتبط بها الانتي جين يسمحونها variable، هاي المنطقة يسمحونها variable. اللي بقى the rest اللي باقي من الـ heavy والـ light change يسمحونها constant، المنطقة الثابتة. يعني هاي الـ light change المنطقة اللي ترتبط بالانتي جين variable تكون، والمنطقة الأخرى constant ثابت. وكذلك الـ heavy chain المنطقة اللي ترتبط بالانتي جين تكون variable، فهي المنطقة الباقي من عندها يسمحونها constant ثابت، وهي include المنطقة الـ FC. الـ FC هي تكون متكونة من constant region. The activated FC segments of the heavy chains are responsible for such properties as the ability to bind, complement or actively to cross the placental membrane. إذن هذه الاكتيفيتد بعد ما تحفز ال FC region راح تكون مسؤولة عن بعض الخواص للأنتيبادي، مثل bind to complement، complement system اللي تكلمنا عليه. فهاي المنطقة تصير بعد ما تتحفز تكون منطقة يلتصق عليها أو يرتبط بها complement protein، أو أكو أنتيباديات ال IgG مثلاً هذا يعبر البلاسنتا من الأم الحامل إلى الجنين، فهذه المنطقة هي اللي تساعد الأنتيبادي to cross the placental membrane، تساعد على أنه يعبر البلاسنتال membrane. The heavy chains are associated with a variable amount of carbohydrate. IgM has the highest content. إذن ال heavy chain بها variable amount من الكربوهيدرات. ال IgM النوع الكلاس ال IgM من الانتيبادي هي ال بال highest content، هو الأثقل واحد بهم، وال IgM بأكثر كمية من الكربوهيدرات في ال heavy chain. إذن الهيفي تشين تحتوي على كميات مختلفة من الكربوهيدرات، والآي جي ام يحتوي على الكمية الأعلى. Some immunoglobulin molecules contain more than one basic unit bound together by J chains. فبعض الانتيبادي molecules جزيئات الانتيبوديز contain more than one basic unit، اكثر من وحده تكون،
وهذه تكون مرتبطة فيما بينها في بتشينز تروح للجي تشينز. For example, the IgM molecule consists of 5 units. فهذا نانا رسم يوضح لنا هذا هاي جزئية ال IgM تروح للبنتاما متكون من خمس 5 units. وهذين اليونتس مرتبطات بيناتهم بتشين تروح للجي تشين هاي جي تشين. إذا بنتاما خمس وحدات مرتبطات بجي تشين. والـ IgA السكرتري IgA هذا يكون دايمر متكون من 2 يونتس وأيضا مرتبطات بالـ J chain. Because of the variation in size and therefore in density, the classes can be separated by ultrasound centrifugation. إذن بسبب اختلاف الحجم والدنسيتي كثافة هاي الكلاسز مال الهيموجلوبين ممكن انه سيبريتد تنفصل بعملية الالترا سنتريفيكيشن. They are classified by their sedimentation coefficient اللي هو الاس يطلقون عليه و the S value of protein increasing with increasing size. The S value of immunoglobulins together with their most important functions and the properties are shown in an aqua table shown in table وهذا التابل ممكن انه نشوفه هنا. هاي ال properties and functions of the plasma immunoglobulins. فهنا عندنا هاي ال 5 classes هذا الجدول اللي يبين الفايف كلاسز مال الاميونوغلوبولين صفات مال بعض الصفات مالتهم. الفايف كلاسز اللي قلنا عليها الاي جي جي الاي جي اي والاي جي ام والاي جي اي والاي جي دي. فمثلا المولكيولار ويت هنا كل واحد المولكيولار ويت مالته اعلى واحد هو الاي جي ام. والسيدمنتيشن كوفيشنت اللي قلنا عليه او السفيدبرغ يونتس ايضا اعلى واحد هو الـ IgM. والـ percent total plasma immunoglobulins اعلى واحد كـ percentage كنسبة بالنسبة للـ total plasma immunoglobulin هو اعلى واحد هو الـ IgG. وبالنسبة لبعض الوظائف كـ complement fixation يعني او activation complement activation اللي يحفز الـ complement ياهو اللي تحفز الـ complement اكو الـ IgG والـ IgA والـ IgM اللي هم يحفزون complement complement activation. الـ placental transfer اللي هو اللي ينتقل من الـ pregnant woman الى الـ fetus. عندنا الـ IgG هو اللي ينتقل عبر الـ placenta. وأيضا هنا المين أدلت كونسنتريشن التركيز مالته في البالغين مين أدلت معدل التركيز في البالغ ميليغرام بير ليتر أكثر واحد هو الـ IgG. وهنا أدلت ليفلز ريشت يعني بيا عمر الـ أدلت ليفل توصل. والميجر فانكشنز هنا لكل كلاس من الاميونوغلوبولينز الفانكشن الخاصة بي. هذا جدول فد ملخص مختصر عن بعض خواص ال 5 classes of immunoglobulin. فإذا شفنا التابل اللي وضح لنا الاس فاليو اللي قلنا عليها السيدمنتيشن كوفيشنت او الزفيدبرغ يونت او المختصر مالتها الاس الاس فاليو اوف immunoglobulins together with most with their most important functions and properties. However now with the development of reliable immunoassays ultra centrifugation is not used in routine clinical
practice to quantify immunoglobulins. احنا قلنا قبل قليل انه الالترا سنترفيجيشن هو تستعمل طريقة تستعمل لفصل الكلاسز مال الاميونوغلوبينينز اعتمادا على السايز مالتهم، ولكن with the development of reliable immunoassays بعد ما تقدم الاميونوassays بعد الالترا سنترفيجيشن is not used in routine clinical practice حتى to quantify لحساب كمية الاميونوغلوبينينز. Normal immunoglobulin response to infection. في حالة الانفكشن راح يصير اكو immune response، وواحد من immune response قلنا هو الاميونوغلوبولين response الانتيبادي. ف in response to infection each plasma cell produce an immunoglobulin of a single class. احنا قلنا انه البلازما سيل هي اللي تنتج ال antibody. The plasma cell قلنا جاية من ال B cell, B lymphocyte. تتحول ال plasma cells و plasma cells راح تنتج ال immunoglobulin. فكل واحدة من ال plasma cells تنتج single class of immunoglobulin سواء IgG أو IgM أو الباقيات. فإذا each plasma cell produce an immunoglobulin of a single class. و الآن راح ناخذ الاميونوغلوبولين كلاسز. بالنسبة للاميونوغلوبولين جي الاي جي جي فال concentrations rise slightly later in response to soluble antigens such as bacterial toxins. فإذا التركيز ما تزيد slightly later بعد in response to soluble antigens ومثال هنا البكتيريال توكسينز، وبسبب ال relatively low molecular weight بسبب انه ال molecular weight مالته نسبيا low ال IgG فهو يقدر diffuse into interstitial fluid بسهولة to fight against tissue infection. اذا يعبر الى ال interstitial fluid ويحارب الـ tissue infection. و within a few weeks of the initial infection raised plasma concentration of all immunoglobulins may be demonstrated and may be detectable as diffusely increased gamma high gamma zone on the electrophoretic strip. مثل ما تذكرون من أخذنا الالكتروفوريسيس وقلنا اكو هناك زونز لكل بلازما بروتين، فمن يصير زيادة بالإميونوغلوبولين IgG فالمنطقة الجاما زون جاما زون على الإلكتروفوريتك ستريب راح يصير ديفيوز إنكريزد. فإذا من يزيد الإميونوغلوبولين يصير ديفيوزلي إنكريزد جاما زون on the إلكتروفوريتك ستريب. وبالنسبة لل IgG اكو بي subclasses، اكو 4 subclasses of IgG، اكو IgG1 اكو IgG2 وال IgG3 وال IgG4 بالهيومن. وبالنسبة لل immunoglobulin M IgM is synthesized first in response to particulate antigens. فهنا ال response لل particulate antigen راح يصير synthesis لل IgM. فهنا إذا أريد نقارن ويا القبل هناك كان soluble، هناك in response to soluble antigens هنا ال IgG كان، بال IgM هنا in response to particulate antigens. وهنا نعطيكم المثال عليه such as blood-borne organisms. وبالنسبة هناك كان soluble antigens مثلا bacterial toxins. فإذا الفروقات هذني بين ال IgM وال IgG. Because of the relatively large size of IgM, it mostly remains in the vascular compartments. أيضا بالمقارنة مع ال IgG هناك قلنا ال IgG بسبب أنه هو relatively low molecular weight فيقدر يطلع
من الفاسكولار كومبارتمنت ويروح للانترستيشال فلويد، بينما هنا يقول بسبب انه هو ريلاتيفلي لارج سايز الاي جي ام، بما انه حجمه كبير نسبيا فهو يبقى بالفاسكولار كومبارتمنت، يبقى بالفاسكولار كومبارتمنت. This together with the speed of the synthesis of synthetic response makes it first line of defense among immunoglobulins against invading organisms. إذا بسبب أنه ينتج بسرعة فهو يكون first line of defense، خط الدفاع الأول. الـ IgM هو خط الدفاع الأول ما بين الـ immunoglobulins الباقيات against invading organisms. الـ organisms يعني اللي تدخل إلى الجسم، يكون الـ IgM هو خط الدفاع الأول. والفيتاس الجنين the fetus can synthesize IgM، إذا الفيتاس ممكن أنه ينتج الـ IgM. And high plasma concentration at birth، فإذا بالولادة كان أكو high plasma concentration in IgM usually indicates that there has been an intrauterine infection. عادة هذا يدل على أنه كانت هناك infection intrauterine infection. إذن هذا IgM antibody. بالنسبة للإميونوغلوبولين A فهو synthesized predominantly submucosally، يعني موجود تحت الميكوزا أو تحت الأغشية المخاطية، and is present in intestinal and respiratory secretions، إذا موجود بالإفرازات اللي في الجهاز التنفسي والإفرازات المعوية، وأيضا موجود بالسويت وبالتيرز and colostrum. It is affected more than other immunoglobulins in disease. And diseases of gastrointestinal and respiratory tracts. إذا بما أنه موجود أصلا بالإفرازات مال الانتستين and respiratory tract، فإذا ما حيتأثر بالديزيزز بالأمراض اللي تصيب الجهاز gastrointestinal القناة الهضمية والrespiratory tract. Secretory IgA is a dimer، مثل ما تتذكرون من تكلمنا على الإيمونوغلوبولينز، وقلنا أنه أكو بعض الإيمونوغلوبولينز تكون أكثر من يونت سوا سوا، فقلنا بوقت الـ IgM هو يكون من 5 وحدات، والـ IgA السكرتري IgA يتكون من وحدتين دايمر، وهاي الوحدتين in which two subunits are joined by the apoptide J chain، أكو J chain هي اللي تربط هذني الوحدتين، and has a secretory piece، وأكو عنده أيضا piece قطعة يسمونها secretory piece، وهذه secretory piece synthesized by epithelial cells. إذن secretory piece اللي موجودة بال secretory IgA synthesized by epithelial cells. الانفكشنز وخصوصا الكرونيك المزمنة اكتيفيت بي لمفوسايتس، تحفز بي لمفوسايتس و كوز بوليكلونال ايمونوغلوبولين ريسبونس، وتكون استجابة الايمونوغلوبولين من نوع البوليكلونال، يعني اكثر من نوع من الانتي بودي، اكثر من كلون، اكثر من نوع من الانتي بودي ينتج. واحنا قلنا انه من يصير زياده بالايمونوغلوبولين فبالالكتروفوريسز، من يسمون الالكتروفوريسز في منطقه الجاما جلوبولين راح يصير بها زياده انكريز جاما جلوبولين، وتكون فيزبل هذه الزياده في منطقه الجاما جلوبولين. ولهذا فان قياس الايمونوغلوبولين ايمونوغلوبولين استيميشنز اد ليتل، راح يضيف قليل، يعني اذا اريد نقيس كل ايمونوغلوبولين على حد انديفيدوال ايمونوغلوبولين استيميشن، فراح يضيف قليل الى ملاحظه الزياده بال جاما جلوبولين ريجن بالالكتروفوريسيس. ولكن في بعض الحالات one or more immunoglobulin class predominates، في بعض الحالات المرضيه انه واحد او اكثر من الايمونوغلوبولينز هو يكون سائد في هذه الحاله المرضيه، وبرغم من ان هناك تداخل فإن في هذه الحالة قياس الـ individual immunoglobulin estimation
may occasionally help in the diagnosis of some of these conditions. إذن احتمال بهيجي حالات فن قياس الاميوغلوبين estimation individual immunoglobulins occasionally يساعد في الدياغنوزيس of some of these conditions. الآن راح نتكلم على موضوع الاميوغلوبين response to allergy. احنا اخذنا سابقا النورمال اميوغلوبين response to infection واخذنا الIgG والIgM والIgA antibodies. الآن نتكلم على الاميوغلوبين response to allergy والاميوغلوبين المعروف في هذه الحالة هو الاميوغلوبين E. وهذا الاميوغلوبين أيضا هو ينتج by plasma cells ويكون إنتاجه beneath the mucosa تحت الميكوزا of the gastrointestinal and respiratory tracts and in the lymphoid tissue of the nasal pharynx في منطقة أيضا في منطقة الأنف والبلعوم nasal pharynx. Circulating IgE is rapidly bound to cell surfaces. إذن ال IgE اللي موجود بال circulation رأسا rapidly bound to cell surface رأسا يرتبط على سطح الخلايا اللي متخصصة اللي لها ريسبتورات لهذا الاميونوغلوبولين و particularly those of mast cells اكو خلايا اسمها سبحانها mast cells و البيزوفيلز. إذن ال IgE يرتبط على سطح cell surfaces of mast cells and basophils the plasma concentrations are therefore very low. إذن بسبب هذا الارتباط على سطح الخلايا يكون تركيزه بالبلازما كلش قليل. The combination of antigen with this cell-bound antibody stimulates cells to release biologically active mediators. إذن بعد ما تم إنتاج الإميونوغلوبولين من البلازما سيلز وبعد ما راح هذا الإميونوغلوبولين وارتبط على سطح خلايا الماست سيل أو البيزوفيلز فمن راح يرتبط بالأنتيجين هذا السيل باوند يسمحوا له سيل باوند أنتيبودي يعني الأنتيبودي اللي موجود على سطح السيل ومن راح يرتبط بأنتيجين راح يسوي stimulates cells to release biologically active mediators. إذن هذه الخلايا راح تبدي تنتج mediators, biologically active mediators, and account for such immediate hypersensitivity reactions. وهذه المديترات اللي طلعت من الخلايا هي اللي راح تسوي التفاعلات اللي يصيحوا لها immediate hypersensitivity, immediate hypersensitivity reactions. As occur in hay fever, كما في حالة hay fevers, where the most severe form of hypersensitivity being anaphylactic shock, أو الحالة اللي كلش تكون خطرة, كلش severe, كلش شديدة من ال hypersensitivity, يسمحولها ال anaphylactic shock. Raised plasma IgE concentrations are found in several diseases with allergic or atopic components, such as some cases of eczema, asthma, and due to allergens, extrinsic and parasitic infections. إذن زيادة البلازما IgE concentration تصير في بعض في بعض أمراض كالأكزيما والأزمة اللي هي بسبب الألرجينز الاسمها الاكسترنسك وفي بعض الباراسيتيك انفكشنز الاصابه بالطفيليات باراسيتيك باراسايتس باراسيتيك انفكشنز. The diagnosis of an allergic disorder is usually made from the history. وتشخيص
الأمراض اللي لها علاقة بالحساسية عادة يعتمد على الهيستوري، فإذا شخص يعرف أنه عندما يتعرض إلى بعض المواد اللي تسبب عنده حساسية، فقد يؤدي إلى تشخيص الحالة. But skin testing and the measurement of plasma specific IgE concentrations may be needed. هناك بعض الفحوصات ممكن أنه تجرى لهؤلاء المرضى، مثل skin test and measurement وقياس plasma specific IgE concentration. إذن أكو specific IgE concentrations specific لكل allergen، يكون في بعض الحالات أنه نحتاج أنه نعرف الـ specific IgE concentrations، لأن الـ total serum IgE concentrations are relatively insensitive for allergy diagnosis. إذن الـ total serum IgE concentrations are relatively insensitive for allergy diagnosis. In skin testing، شلون هذا يسوون skin testing؟ ف a small drop of dilute allergen is injected subcutaneously، و a positive wheal and flare، سحولة إذا صار wheal and flare على الجلد في المنطقة اللي وضعت بها الدروب، إذا صار wheal and flare develops within few minutes، فهذا يدل على إنه immediate hypersensitivity. وهذا التست is contraindicated in patients with history of eczema or anaphylaxis، and the plasma IgE may be assessed to detect specific allergens. إذا في بعض الحالات إنه هذا التست ما ممكن إنه يسوي contraindicated في ال patients اللي عندهم history of eczema أو anaphylaxis، وفي حالة plasma IgE may be assessed to detect specific allergens. يعني المرضى المصابين بالأكزيما وعندهم تاريخ مرضي بالأكزيما أو الأنافيلاكسيز، في بعض الأحيان تسمى الفرط الحساسية، وهي قلنا severe form، الحالة الشديدة من الحساسية، فهؤلاء المرضى هذا السكين تيست لازم ما يسوي لهم، يعني should not be used. السكين تيست is contraindicated في هؤلاء المرضى اللي عندهم history of eczema or anaphylaxis. plasma IgE may be assessed، بشي حالة the plasma IgE may be assessed for how to detect specific allergens.